يا اخوان انا طالع لايف، اللي بحبش يطلع معي بعرف انا بحترم الجميع، فمنشان بتحبوش تطلع معي باللايف انه في سيدات بتحبش تطلع تتصور يعني، فبس حبيت اخبركم. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع عبر صفحة الشيف نضال البريحي. برحب فيكم، نهاركم ومساءكم سعيد ومبارك. اهلا وسهلا جميعا بهاللمة الحلوة. انا موجود في الهاشمي وتحديدا بطاحن بن وبن الضياء، الفرع الجديد كليا في الهاشمي شارع الامير راشد، طبعا الهاشمي الشمالي شارع الامير راشد بجانب البنك الاسلامي. اليوم عم بشارككم هالفرحة الكبيرة، فرحة افتتاح الفرع الجديد. حيكون في كمان اليوم ليرة ذهب أكيد مقدمة من الضياء، وكمان 5 طرود كهدية إن شاء الله راح تكون لأحد المشاركين أو المشاركات معانا على هاللايف. كل المطلوب منكم إنكم تسووا شير ولايك لصفحة الضياء، لأنه هاي صفحة كثير مفيدة. شوفوا لي هالجمعة محلاها، أهلا وسهلا بالجميع فيكم في مطاحن الضياء وبن الضياء، هالمكان الجميل اللي أنا دائما بحب أتواجد فيه وبحب إني أختار إبهاراتي وأختار كل منتجات اللي بدخلها في الأكل. رجاء جميعا اللي مش لابس كمامة نلبسها حبايبنا، أنا معلش سامحوني لأني بدي أحكي فمش رح ألبس كمامة، وطبعا الكل ملتزم. خلينا نبدأ بجولة بسيطة إن شاء الله في هالفرع الجديد بالهاشمي الشمالي شارع الأمير راشد بجانب البنك الإسلامي، وفي الانتظار إن شاء الله فروع كثيرة. تعالوا خلينا نعمل جولة هيك ونشوف. إذا اليوم في ليرة ذهب حتكون مقدمة لأحدى المشاركين أو المشاركات على اللايف معنا، وكمان حيكون في 5 طرود إن شاء الله، طرود قيمة وجميلة جدا أكيد من الضياء. وما ننسى كمان نعمل شير ونعمل لايك لصفحة الضياء، يعني كل الاحترام والتقدير. الجوائز راح تكون ليرة ذهب و5 طرود منوعة أكيد من الضياء. زي ما انتم شايفين هون، نبدأ من هون ما شاء الله. الضياء مشهور بالشوكولاتة المميزة جدا جدا، يعني شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله تبارك الله. جميع أنواع الشوكولاتة، جميع أنواع الشوكولاتة، والأسعار، الأسعار أكيد دائما بحكيها، الضياء دائما أسعاره مناسبة للجميع. في معكم من الأسعار القليلة والأسعار المتوسطة والأسعار العادية، وبالتالي هالتشكيلة زي ما أنتم شايفين مغلفة من أحلى وأفضل يعني الشوكولاتة. وكمان ما ننسى، شوفوا تعالوا شوفوا لي هالنوقة، تعالوا شوفوا لي هالنوقة الجميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. إذا كتفوا تعليقاتكم حبايبنا على اللايف، خليني أذكر بالجوال. كتفوا تعليقاتكم لأنه حيكون في ليرة ذهب مقدمة من الضياء، الفرع الجديد بالهاشمي الشمالي بشارع الأمير راشد بجانب البنك الإسلامي. طمنوني بس كيف صوتي اللي معنا على اللايف، الأمور تمام لله الحمد. تعالوا الآن نروح على القهوة ونشوف. طبعا الضياء دائما معروف عنه ومشهور جدا في القهوة المميزة جدا، وما ننسى كمان انه ضياء عم بيطلع قهوة صارت مبكتة وطبعا طعم ونكهة مميزة جدا ورائعة جدا. تعالوا معي قبل اجيكم القهوة بس. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا، تحياتي. زي ما انتم شايفين القهوة الجميلة والمميزة ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ قهوة بجميع الأشكال، الشقرة والوسط والمحمصة، اللي بالهيل اللي من دون هيل. شوفوا لي كمان علب القهوة المميزة جدا بتيجي بهالشكل، طلعوا اشي فخم جدا جدا وصراحة مميز جدا. بس خلي صوت الصوت. اذا قهوة بانواع، شوفوا لي كمان هالهيل ما شاء الله.
إذا حبايبنا كونوا معنا على اللايف في ليرة ذهب وخمس طرود مقدمة من الضياء، الفرع الجديد في الهاشمي إن شاء الله. ويعني ما شاء الله ما شاء الله، طلعوا لي هون طلعوا لي هون، ما شاء الله ما شاء الله، هالهيل المرتب إشي عن جد فخم. في السوبر وفي كمان الجامبو مع القهوة الفخمة اللي بتشتهر فيها دائما مطاحن الضياء. طبعا سميت مطاحن الضياء لاشتهارة بالقهوة، طبعا بحمصوها آليا. أنا رحت على ماركة وشفت المحمص اللي عندهم كيف بتم تحميص القهوة واختيارها بشكل، وطبعا بيسووا خلطات كثير طيبة. خلينا نروح نشوف محل ثاني. بتشرب. تفضلي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني رجاء اللي مش لابس الكمامة يلبسها، أنا مضطر إنه بدي ألبسش كمامة بس أني أنام بحكي. إذا ليرة ذهب مقدمة من الضياء وخمس طرود كمان، طرود قريبة جدا. تعالوا معي خلينا نبعد شوي. حبيبي شو أخبارك؟ مساء الخير، كيف حالكم؟ زي ما شايفين الكاندي بأنواعه للأطفال، لأطفالنا وحبايبنا دائما موجود بشكل جميل وأسعاره كثير مناسبة. الشوكولاتات والكانديز، وشوفوا لي كمان هون الفواكه المجففة، يعني عن جد إشي مميز جدا، من الفراولة من الكيوي من الأناناس المانجو، حب الرمان المشمش البرتقال، يعني كثير شغلات مرتبة عندهم موجودة ما شاء الله. وما ننسى كمان شوفوا لي أنواع الزبيب اللي عندهم، أنواع كثيرة من الزبيب والبذور أسود الأشجار ما شاء الله. هذا شو هذا؟ عصافيري؟ حبيت هاي الزبيب أسود. طبعا بعرفكم على أبو يوسف. إيش هذا أبو يوسف؟ هذا زبيب أسود عصافيري. يا سلام، هاي تتصورها طبخة هيك، طبخة مثلا مع دجاج ولحمة هيك، وتعمل لك فردة. هذا إيش هو؟ توت أبيض مجفف، حلو، هذا أول مرة بشوفه أنا. طيب إذا حبايبنا الهاشمي الشمالي الفرع الجديد كليا ما شاء الله، الناس موجودة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا، الناس مبسوطة عم تتسوق جنب البنك الإسلامي، جنب البنك الإسلامي شارع الأمير راشد. ليرة ذهب اليوم سووا لنا شير وسووا لنا لايك لصفحة طبعا الضياء. الآن بدي أربح أول طرد من طرود الضياء القيمة. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تعالي يلا كتفوا لي الآن تعليقاتكم حبايبنا. الله يخلي لكم اياهم يا رب، تحياتي كل احترام لكم، كل احترام حبيبي. شو أخبارك حبيبي؟ يلا أنا ربع. يلا جاهز؟ جاهز؟ كل احترام. إذا أول شخص حيربح معانا طرد لهذا اليوم، طرد مقدم من الضياء الفرع الجديد الهاشمي شارع الأمير راشد بجانب البنك الإسلامي. يلا دعد لك 1 2 بالله يا غلبة خليها على الشاشة على 1 2 3 الآن. إذا الفائز أو الفائز الأولى معانا على هاللايف بس أغلبكم، بس تعطونا شوية طريق لأنه تعال أنا بس أنا على المشي. تعالي تفضلي. نورة خلف، رؤى خلف لحظة شوي يلا معلش، بس أنا لأني على اللايف بس تحملوني معلش، شكرا جزيلا للجميع. إذا السيدة أو الآنسة رؤى خلف فزتي معانا بطرد من الضياء وبالانتظار 4 طرود وليرة ذهب. تعالوا معي هنروح على قسم البهارات، معلش أنا مع الناس بس الأسماء، أنتوا فوتوا على اللايف، إذا فوتوا على اللايف معنا كمان ممكن تفوزوا. حتى الجميد الكركي موجود في الضياء، انتبهوا صح. الآن تعالوا حبايبنا لهون، القسم المحبب إلي قسم البهارات والبهارات الطيبة. أول شيء ركزوني على أول شغلة. إجا المتكلم، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الله يخليك. إذا البهارات زي ما أنتم شايفين في علب،
أهلا وسهلا. طبعا البهارات موجودة بعلب أنيقة مرتبة كثير، وهاي العلب مختومة كمان، معناته رايحة تحافظ على النكهة وعلى الفليفر تبع البهارات، بالإضافة إنه في عندنا بهارات عادية بتطلوها أو بتختاروا بطحنوا لكم، اسمها مطاحن بن الضياء، في عراقة، في تاريخ، في عندك تحكي عن أشياء قديمة، وطبعا تاريخ في الضياء، نحكي عن فروع كثيرة في الأردن. ما ننسى اليوم في ليرة ذهب وفي 5 طرود كمان مقدمين، ربحنا أول طرد والآن بدنا نربح الطرد الثاني. تعال يا زيد يا عمي. إذن الطرد الثاني راح يكون من نصيب أحد أو إحدى الناس اللي معانا على هاللايف. أهلا وسهلا فيكم جميعا حبايبنا، احنا دايما معك على التلفزيون. الله يرضى عليكي. 1 2 3 مين معانا؟ العجرمية. ونعم منك العجرمية. إذا العجرمية أنت فزتي معانا كمان بطرد قيم جدا من الضياء الهاشمي الشمالي، شارع الأمير راشد بجانب بنك الإسلامي. تعالي عون معنا، خلينا نشوف كمان هالبهارات المرتبة. زي ما حكينا عن البهارات اللي بتيجي بعلب وفي عبوات، كمان نحكي عن تشكيلة بهارات رائعة ومميزة جدا. يعني كل شيء موجود هون، تختاروا اللي بدكم إياه، تحكوا له اطحن لي بطحنوا لكم كل شيء من البهارات موجودة. وما ننسى تشكيلة الزعتر، طلعوا شوفوا لي هالزعترات اللي ما شاء الله تبارك الله، شايفين زعتر مواني، زهرة بلدي، عندكم المفروك البلدي، زعتر الضفتين. منيح صوت. اذا البهارات والزعتر، حتى كمان الدقة موجودة زي ما انتم شايفين، تشكيلة رائعة ومميزة. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ اذا الان بدي اربح الطرد الثالث لاحدى او احد الناس اللي معانا على اللايف. اهلا وسهلا بالجميع، في ليرة ذهب بالانتظار، سووا لنا شير ولايك لصفحة الضياء. طبعا نحكي 1، مساء الخير كيف حالكم؟ 1 2 و3 الان. فايز احمد تحياتي، مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم جميعا. فايز يا احمد، كل احترام والتقدير لحضرتك. كيف حالكم؟ عون صور حبيبي، احسن سماك بالضياء، خذ مني العجلوني ولا التركي ناغوري. والله دائما من طين بلادك نط اخدادك، فيش بعد البلد يا عمي، مش بعد. شوفوا مرات في سماق بحطوا عليه صبغه حمراء، هون بالضياء بتاخذ يعني سماقك 100%، وانا مجربه خاصه المسخن. طبعا المكسرات زي ما انتم شايفين هون بجميع انواعها، الفستق الحلبي، الجوز، السنوبر. قديش بالله عندكم السنوبر هون؟ هاي لوقية. اذا طلعوا وقية السنوبر الباكستاني ب7 دنانير تقريبا، يعني عن جد انه اسعار كويسة. حوالي 4 صدور محصر. طلع شوف هذا السنوبر باكستاني، حلو جميل، يعني صراحة اسعاركم كثير جدا مناسبة، حتى المفتول كمان موجود عندهم. فاذا جميع انواع البهارات، الشوكولاتات، القهوة الرائعة والمميزة، احنا على اللايف، اهلا وسهلا فيكم، مساكم سعيد. ونذكر انه في كمان بعد شوي حيكون في ليرة ذهب للناس اللي معنا على اللايف، كل مطلوب منكم تسووا كومنت وتسووا شير. ضايل كمان طردين يا عون، احسن تفضل معنا يا عون. طبعا ما ننسى المكسرات دائما هون في الضياء صراحة كثير مميزة، زي ما انتم شايفين بجميع انواعها، المدخن، العادي، السادة، السوبر، ان شاء الله تبارك الله. شوفوا لي هالجوزات محلاهم، ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله هالجوز ما ارتبه.
أنا سعيد جدا بكل اللي موجودين على صفحتي، صفحة الشيف نضال البريحي، وبشرفني إني أكون معكم بهاللايف الجميل من الهاشمي. طبعا زي ما انتم شايفين أهلي وإخواني وحبايبنا من الهاشمي، الكل إجا حتى يشارك فرحة الضياء ويشوفني كمان، فكل احترام والتقدير لكم، وعن جد أنا سعيد بوجودي بينكم. يعني إذا الآن بدنا نربح الطرد الرابع وطرد قيم. على فكرة يعني جماعة الضياء ما بيقدموا أي شيء، دائما بيقدموا الشغلات الجميلة والحلوة اللي ما شاء الله عليها. إذا الطرد الرابع راح يكون من إحدى الفائزين أو الفائزات إن شاء الله. يلا تعد يا شيخ. 1 2 3 أم عبد الرحمن المغربي. ونعم، إذا السيدة أم عبد الرحمن المغربي مبروك عليك طرد من البضائع الجميلة جدا والبهارات والشوكولاتات المقدمة من الضياء. بدي أخذكم محل هسا أفرجيكم إشي مميز جدا. تعالوا تعالوا شوفوا لي هالمنظر الجميل للعشاق الطحنية. هاي الطحنية مصنوعة من السمسم الخالص، وطبعا السمسم المقشر، وبتم إنتاجها هون. طلعوا يعني الضياء مش بس بهارات، الضياء كل شيء ممكن تفكر فيه او تحتاجه للبيت او يعني انتم شايفين موجود في الضياء، يعني روعات. هاي الطحينه انا جربتها كثير فخمه وكثير رائعه ومميزه. ما ننسى كمان الخل، ما ننسى دبس الرمان، ما ننسى المواد الاخرى اللي بيبيعوها في الضياء، يعني كل شيء عندهم ما شاء الله المرتب مرتب. طبعا الخل خل طبيعي اصلي 100%، زي ما انتم شايفين مصنوع من التفاح، من خل التفاح. لا الكل لابس كمام، الامور طيبه، الامور طيبه، الكمامات الكل ملتزم بالكمامات. شكرا جزيلا لكم يا عمي. ما ننسى ضايل، تعال تعال، في ليره ذهب بالانتظار حبايبنا، وفي كمان ضايل طرد عندي لاحدى المشاركات او المشاركين. حبايبي الله يرضى عليكم. يلا بس خلينا نحط الخل لون، استنى شوي. بسم الله ما شاء الله. يلا تعال. ها يلا حبايبي اهلا وسهلا. المحل ما شاء الله مساحته اكثر من 350 متر. طبعا الموظفين في الضياء ودودين جدا ومميزين جدا، حيلبوا طلباتكم ورغباتكم، واي شيء بدكم اياه بالبضاعه موجود ومتوفر. اهلا وسهلا فيكم. اذا تعال يا زيد خلينا كمان نربح اليوم او الطرد الرابع. 1 2 3 حمسة القيسي مبارك عليك الطرد الخامس. والآن ضايل ليرة الذهب، كثفوا لي تعليقاتكم، كثفوا لي شيراتكم، وكمان اللايكات لصفحة الضياء. تعالوا هون بس قبل ما ربحكم الليرة الذهب واحكي لكم عن تجربتي من السميد الموجود عندهم من الضياء. في شرط ربح ليرة الذهب الوشي. طلعوا لي شوفوا لي هون سميد خشن والناعم الطحين. طبعا هون في كمان طلعون هذا السميد البلدي، يمكن ما شفتوا انتو السميد البلدي الخشن اللي للهريسة ولا كل شيء والحلاوة، يعني كل شيء فخم. الطحين الزيرو بأنواعه وطحين الزهرة موجود، حتى كمان طحين القمح للناس اللي بيحبوا يأكلوا البلد. شوفوا لي طحين القمح البلدي اللي عندهم موجود متوفر، سكاكر، حلويات، بهارات، شوكولاتة، معلبات، مربيات، يعني حتى الزيوت. أنا أشوف هالزيوت هاي طلع ما شاء الله. طبعا البيكنج باودر، بيكنج سودا، كله موجود. الفانيلا كمان كله أنا مجربه، كثير أكتف وكثير مميز. نكهة الفانيلا صراحة يعني 4 أضعاف من كثر ما هي مميزة عندهم ما شاء الله. هاي البيكنج باودر موجود كمان، وعندهم طبعا تشكيلة منها الزيوت، زيت الميرامية مثلا، زيت الياسمين، زيت اليانسون، زيت الأفوكادو، هذا
يعني يظل. اذا حبايبنا الفواكه المجففه كمان موجوده، كل شيء موجود، كل شيء موجود. وطبعا ما ننسى التمور، احنا دائما التمور ما بنعطيها حقها. تعالي عون شوفوا لي هالتمور اللي موجوده بالضياء بكل الفروع من المجول والصقعي، وفي عندنا العجوه، وطبعا في الاراسيه المبروم، طيب عم فوت العسل، الحلاوه، ما شاء الله تبارك الله. يعني الضياء بس تيجي لهون تشتري كل شيء وبتضلك طالع مبسوط باسعار كثير مميز جدا. حتى العسل، عسل السدر هي موجود، وحبه البركه بانواعه من الضياء، عسل مميز جدا صراحه. يعني صراحه خلال تجربتي بهالسنه مع الضياء صراحه كانت تجربه جميله جدا، وكانت تجربه مفيده، وانا استفدت كثير، ويعني استمتعت في الطبخ من بهاراتهم المميزه. واذا بتشوفوا في رمضان اللي فات قديش كنا مبسوطين، حنكون ان شاء الله كمان هاي السنه في رمضان، وحنستخدم من منتجات طبعا الضياء المميزه. اذا افتتاح فرع الهاشمي الشمالي الجديد، شارع الامير راشد، وبجانب البنك الاسلامي. والان بعد شوي رايحين نربحكم ليرة الذهب، بس الشرط ان تكونوا عاملين شير وعاملين لايك لصفحة طبعا الضياء. الان اللايف موجود على صفحتي، وموجود كمان على صفحة مطاحن الضياء. شفتوا هالجولة ما اجملها، وشفتوا قديش مرتبة وقديش كانت رائعة ومميزة. ولسه لما تيجوا انتوا تزوروا هالفرع وفروع الضياء المنتشرة في الأردن في عمان، راح تكونوا سعيدين جدا، وتكتشفوا يعني متعة التسوق فيها، لأنه الأسعار عن جد كثير كثير مميزة، وكثير يعني في متناول الجميع، والتنوع الموجود في الضياء بشيء مميز. بالله عون بس شوف لي، أنا بعدني ما شفت كل العسل، أنا بتطلع هون في عسل جبلي، هذا كله إنتاج الضياء طبعا حبايبنا. في عسل السدر، في عنا زهور الضياء وحمضيات الضياء. شوفوا تشكيلي رائع ومميز جدا للعسل، شايفين طلعوا ما شاء الله تبارك الله، كل شيء فخم، شيء مرتب. لعشاق التمور هاي العجوة المرتبة أنا بعرفها من لونها، بس يكون لونها هيك صح، بس يكون لونها هيك اعرف انه الامور طيبة، اشي كثير مرتب. انتوا اللي معانا كمان هون، اذا انتوا على اللايف لكم فرصة كمان تفوزوا بالليرة الذهب بعد شوي. قديش عندنا على اللايف احنا؟ يلا كثفولي شوي الشيرات، كثفولي اللايكات، بعد شوي بتعلن على الليرة الذهب ان شاء الله. وان شاء الله الف مبروك على الشخص اللي او الست او السيدة، ما بعرف انتوا نصيبكم اللي راح يفوز بهالليرة الذهب المقدمة من الضياء ان شاء الله. اذكركم مرة اخيرة، هذا الفرع في الهاشمي الشمالي، وصراحة في منطقة جميلة جدا، وبحيي كل اهل الهاشمي الشمالي والجنوبي واللي بالنص. يا ابو يوسف تعال، يا ابو يوسف تعال، يا ابو يوسف تعال. اذا تحية واحترام لكل اهالي الهاشمي الشمالي والجنوبي، وزي ما انتوا حكيت لكم زوروا هالفرع الجميل، موظفين رائعين مميزين ودودين. صديق ابو طه هي سمير حجازي رن تليفون مشكلجي. طبعا سمير حجازي كمان بنقول له مبروك يا ابو طه عيد ميلاد سيلة بنته، الله يخلي لك نجم. وكمان طه شو بدك تحكي، احكي لي سولف. الطعم من الألف إلى الياء. أيوة مطاحن الضياء، الطعم من الألف إلى الياء. شو اسمك أنت؟ زكفول. والله بيستاهل زكفة والله. روعة روعة. إذا أحبائي اللي موجودين على صفحتي، صفحة الشيف رضا البريعي، أنا بشكركم جدا على تواجدكم، وأنا بشرفني أكون معكم بهاللايف الجميل والبسيط، واللي إن شاء الله إني ما أنا أتمنى ما أكون أطلت عليكم. الآن رايح أربح الليرة الذهب، تعال يا زيد كثفولي تعليقاتكم الآن في هاي اللحظة،
واللي مش عامل شير ولايك لصفحة الطاحونة أنا رايح لردها بس سوري للضياء أنا رايح أعتذر منه. اللي مش عامل لصفحة الضياء لايك أنا رايح أعتذر منه. فبترجاكم سووا لايك وكل احترام والتقدير لكم. الآن بدنا نعمل السحب أمامكم على الشاشة. الإضاءة بتبينش مش مبينة عندك الإضاءة؟ لا فتح لي الإضاءة. كيف حالك؟ مساء الخير، طمنينا عنك، كل احترام والتقدير لك. يلا بس بدي أسلم على السيد الفاضل والستات الفاضلات، الله يمسيكم بالخير جميعا وشكرا لحضوركم، والله شرفتونا يعني اقسم بالله. وكل احترام للهاشمي والهاشمي المحترمين حبيبنا، تحياتي لكم جميعا، الله يبارك في عمرك، شكرا جزيلا، يعني والله أخجلتوني، شكرا جزيلا. إذا حبايبنا جاهزين؟ الإضاءة عليك شوية. طيب كثفولي قديش بين التعليقات يا عون؟ مش باين عندك؟ كثفوا تعليقاتكم. 47,000. طيب إذا ارفعوا لي 50,000 التعليقات من شان 70,000. بدنا اياهم 100. يلا بدنا اياهم 100 حبايبنا. 69. الآن في هاي المرحلة في هاي اللحظة بدي اعلن عن الفائز. هي طبعا هي الليرة الذهب من جائزة، هي هدية مقدمة من الفرع الجديد للضياء الهاشمي الشمالي شارع الأمير راشد بجانب البنك الإسلامي. يلا بنعد بعد الخمسة. 10 كثير يا عون. 71,000 صاروا. يلا واحد الآن كثفوا تعليقاتكم الآن. واحد واثنين وثلاث وأربعة و شو طول بالك؟ طيب دعطيهم فرصة. يلا إذا إحنا اليوم موجودين بفرع الضياء الجديد كليا في الهاشمي الشمالي. إن شاء الله صبار بركة وألف ألف مبروك، وإن شاء الله عقبال الفروع الأخرى. يلا الآن بدنا نسحب يا عون إحنا. واحد اثنين ثلاث أربعة وخمسة. أعطيني الآن. مش عاملة شو اسمه لايك. تأكد من الموضوع. عاملة مش عاملة؟ تأكد لي من الموضوع. عاملة مش عاملة لايك؟ أنا بحب المصداقية تكون عالية جدا لأنه أنا هيك الشرط. أكيد؟ طيب إذا بنسوي مرة ثانية كمان سحب على الليرة الذهب. السيد الفاضل اللي ما كانتش عاملة طبعا مع كل احترام والتقدير إلها، مع كل احترام والتقدير إلها. يلا واحد اثنين وثلاث. الآن مين الاسم؟ هبة. هبة ايش؟ هبة حناوي. طيب اشوف بس انا فرجيني الاسم، خلينا بلكي قراته على طول. اعمل لي سكرين شوت شوف. النويحي. هبه النويحي. اعمل لي سكرين شوت. اذا هبه النويحي تاكد لي بس، تاكد لي اني عامل لايك لصفحه الضياء. للاسف لا. اكيد. طيب برضو بعتذر منك يا انسه او سيدي هبه. نسحب مره اخرى بنقول واحد اثنين وثلاث. الان ام سليم. اتاكدي من الموضوع. كل احترام والتقدير لكم. اذا اشوف الفايل. اذا السيده هيا فجيه، السيده ام سليم مبروك عليك ليره ذهب مقدمه من الضياء الفرع الجديد هاشمي الشمالي شارع الامير راشد. شكرا جزيلا لكل الناس اللي اجوا، كل احترام والتقدير لكم. شكرا جزيلا للي كانوا على صفحه الشيف نضال البريحي وصفحه الضياء. بتمنى لكم ليله هادئه وامسيه سعيده. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله.